أولى محطاتنا مع مساحتنا الطبية لليوم أمام نقطة الأمان لأجسادنا، فهي تقوم بتصفية الدم وطرح فائض السوائل. الكلى نقطة صفاء لعمل جسدنا، وأي بطء في أدائها يؤدي إلى مشاكل صحية. رح نستعرض اليوم مع الدكتور شاكر دهان، أخصائي بمجال الأمراض الداخلية وأمراض الكلى، يلي رح نسلط ضوء على القصور الكلوي وأسبابه وكيف ممكن نوصل للشفاء والعلاج منه. يسعد صباحك دكتور. صباح الخير. يسعد صباحك دكتور. صباحك. دكتور، كثير بنسمع عن انه عند اشخاص قصور كلوي، بس مو كل العالم تعرف شو هو القصور الكلوي وشو مسبباته. بالتعريف في البداية فينا نميز بين قصور كلوي حاد وقصور كلوي مزمن. قصور الكلوي الحاد باختصار هو أي أذية بتصيب الكلية بشكل مفاجئ قابلة للتراجع عادة، مع احتفاظ بنسب قليلة إنه ممكن تتحول من حاد إلى مزمن. أسباب القصور الحاد قد تكون قبل كلوية، مثل تضيق الشريان الكلوي، نقص التروية الكلوية، أو ممكن تكون كلوية بالخاصة، مثل لما حدا بياخذ مسكنات أو أدوية أو مضادات حيوية، أو ممكن تكون بعد كلوية، مثل وجود عائق انسدادي كما في الناس اللي عندهم أمراض البروستاتا. تمام. يعني دكتور، دائما عم بيكون في أعراض مرافقة لقصور الكلى، اليوم كيف الشخص بيقدر يميز إنه هالأعراض ممكن يكون سبب قصور الكلوي وكيف بيقدر يكتشفها بحاله؟ تمام. هلا نحن حكينا كلمتين عن الحاد، هلا رح نحكي باعراض الحاد بما انه انت سالتي عنه. هلا اول عرض بالقصور الحاد عاده بيجي هو انقطاع البول. بيجي المريض بيقول انا ما عم بول، فبيكتشف هالشيء بالصدفه، بس هو الاخطر هو المزمن اللي بيجي بشكل خلينا نقول مخاتل او يعني غير عرضي. عاده بيكتشف صدفه اثناء اجراء تحاليل روتينيه. بس بشكل عام اشياء الاعراض هي الاعراض الناجمه عن تاخر طرح السموم او تراكمها بالجسم، مثل الاعراض الدماغيه، مثل اعتلال الدماغ بالبوله الدمويه والاعراض الهضميه، واعراض ثانيه ناجمه عن نقص طرح السوائل، مثل بصير بالانسان وزمات بالقدمين بالرئه او وزمات حول التامور، بالاضافه للاعراض الناجمه عن اضطراب طرح الشوارد، مثل الاضطرابات العظميه والكسور والازيات الثانيه واضطرابات نظم القلب. بشكل عام عم بيكون دائما القصور مرافق لامراض اخرى؟ هلا الاشياء ببلدنا انه القصور الكلوي بيجي تالي لمرضين شهيرين عندنا، داء السكري، او عالميا خلينا نقول مو بس عندنا، هن داء السكري والضغط، ارتفاع توتر الشرياني يعني. بس ليش نحن بنشوفهم هون اكثر؟ هو بسبب عدم ضبط هاي الامراض، عدم الالتزام بانه انا مثلا عندي سكر ما عم اضبطه بشكل جيد، ما عم اخذ دواي، ما عم اعمل فحص دوري له. وبالنسبة للضغط نفس القصة، يعني انه اثنيناتهم بيتطوروا ببطء نحو قصور كلوي مزمن اذا ما اهتمينا فيهم هدول الامراض وضبطناهم بشكل جيد. ثالث سبب ببلدنا بيجي هو الحصيات الكلوية اللي ممكن تأهب للقصور الكلوي، بس عادة هي بتجي بدرجة اخف. في سبب ثاني رابع هو الامراض الكلوية بالخاصة، يعني بنسميها التهاب كباب الكلية، اللي بتكون عادة بنسبة 90% منها هي امراض مناعية بدئية، ممكن تكون من الطفولة وممكن تخلق بعمر الشباب. يعني يمكن في عدم اهتمام بالكلية في بشرب المي بكتير تفاصيل، ممكن انه هي تسبب للقصور الكلوي، هي اللي عم تسبب انه ينتشر هذا المرض. هلا بصراحة شرب المي هو يعني ما بيحمينا دايما، ما بيحمينا يعني ممكن ببعض الحالات عند الكبار بالعمر ممكن يساوي عندهم قصور كلوي، بس بعمر الشباب مبالغه بشرب الماء ما بتعمل حمايه، لان الجسم هو بحد ذاته عم يطلب السوائل ومركز العطش بالدماغ بينظم هذا الشيء. فاي شيء رح ناخده زياده عن حدنا رح تطرحه الكليه وتتخلص منه. يعني نحن بنشجع شرب السوائل عند الكبار بالعمر، اللي بينسى اللي بيهمل حاله حتى هون بيكون هو ما مو بس ما نوع عم يشرب، ما نوع عم ياكل، ممكن يكون منعزل عن المجتمع، فبيطور عنده قصور كلوي. هلا خبرتنا على هالنقطة دكتور، لكن يعني في بعض العادات يلي الأشخاص ممكن يقوموا فيها هي بتأدي تراكمها، أو عادات صحية خاطئة ممكن تؤدي لقصور كلى. هلا أسوأ عادة صحية هي تناول عشوائي للمسكنات. إنه أنا مثلا وجعني ظهري أخذت دواء معين. هي شائعة كثير. إبرة، وهي كثير شائعة يعني. هلا تعرف قصور الكلوي بالمسكنات او اعتلال كلوي بالمسكنات انه هو تناول المسكنات بشكل شبه يومي لسنتين متتاليتين. يعني عاده اي حدا بياخذ مسكنات بشكل شبه يومي على سنتين بده يطور درجه من الاذيه الكلويه، خاصه من فصيله بنسميها مضادات التهاب غير الستيرويديه، المشهور منا نحن هون ديكلون وبروفين، الباراسيتامول امن نوعيا. فهذا اشيع او اسوأ
عادي خلينا نقول غير صحية، مو صحية ممكن. تمام يعني هلا كنا عم نحكي انه في المزمن وفي الحاد، في القصور الكلوي المزمن القصور الحاد، خلينا نحكي عن المزمن. تمام، قصور كلوي مزمن هو تراجع بوظيفة الكلية، هذا التراجع غير قابل للعكس. بيندرج تحت 5 مراحل، آخر مرحلة طبعا هي مرحلة التحالف الدموي أو غسيل الكلية كما هو معروف. أسبابه حكينا فيها أشياء، أسبابه هي عندنا سكر والضغط والحصيات. بالقصور الكلوي المزمن ممكن يكون يترافق مع شحبول بالنهايه بمراحل نهائيه، ممكن يكون في شحبول او يعني شحبول يعني عدم كفايه الصدر البولي، يعني انه المريض ما عم يبول مظبوط، مع اضطرابات التنقيه. يعني خلينا نقول هي الكليه عباره عن فلتر او مصفايه، كل مصفايه او كل كليه فيها حوالي 1,000,000 وحدة وظيفيه نسميها الكبه الكلويه. فلما بيضطرب عنا هذا الطرح تتراكم السموم، بتنشا اعراض بالقصور الكلوي المزمن، بتصيب كل اجهزه الجسم، يعني نوعا ما يعني الجهاز التنفسي، الدماغ، المعده، حتى الجهاز العظمي، الاضطرابات الغديه كلها بتترافق بسياق القصور الكلوي المزمن. فقر الدم بيصير كمان بسياق القصور الكلوي المزمن. فهو مرض نحن وظيفتنا كاطباء كليه انه نحد من تطوره من مرحله لمرحله. يعني احنا بس وصلنا مثلا شخصنا مريض قد يكون كشف بالصدفه بارتفاع وظائف الكليه او معروف الكرياتينين اسمه. نحن هون اذا شخصنا انه هي اذيه مزمنه غير قابله للتراجع، وظيفتنا انه نخليه بهالمرحله، ما ينتقل، بما انه قلنا هن 5 مراحل. تماما، ما نخليه ينتقل من مرحله لثانيه ويصير مضاعفات يعني جديده يمكن للمرض. تمام، كل مرحله بتصير مضاعفات واختلاطات. شو هي ابرز المضاعفات اللي ممكن تصير؟ خبرتك عنها عزيزتي، هن القلبيه والهضميه هدول مضاعفات. طبعا في المضاعفات المزمنه بنسميه في كمان السحنه الترابيه، او هي بالمراحل المتقدمه جدا، يعني بيكون الجلد جاف شاحب، بيعطي مظهر السحنه الترابيه، مظهر مريض قصور كلوي المزمن. دكتور، هلا العلاج بيختلف من نوع لنوع ام بيكون شامل لعده انواع الاصابه بالقصور الكلوي؟ هلا بالقصور الحاد اهم علاج له ازاله السبب، مع انه نحن قسمناه باختصار لثلاث اسباب، انه سبب قبل الكليه او هو ما له علاقه بالكليه، يعني مثل نقص التربيه الكلويه مثلا، ممكن تكون اذا خسرت شريان كلوي يندخل عليها وتنفتح وتنعاد التربيه للكليه، او اذا كان بنقص الوارد بنشوف احيانا بعد حالات الاقياء الشديده او الاسهال الشديد بينقص الوارد، هذا كمان اسمه قبل كلوي، هذا ممكن بإزالة عامل خطورة. البعد كلوي إذا كان في تضيق أو حصيات أو ضخامة بروستات بندخل عليها، هذا هيك طريقة علاجه، إنه إزالة عامل خطورة وبننتظر من 4 إلى 6 أسابيع لترجع أرقام الكلية للطبيعي. بالقصور المزمن علاجه بندرج حسب كل مرحلة. بالبداية ممكن يعني يكون هي مرحلة تعويض مثل الهرمونات والاشياء اللي بتساويها الكليه، خاصه اول شيء بنشوف اضطرابات الكالسيوم، فبنعوض هذا الشيء بفيتامين دي وبالكالسيوم، اضطرابات طرح حمض البول مثلا. يعني هو علاج نوعا ما، نحن ما عم نعالج الكليه نفسها بالقصور المزمن، لان الكليه لما بنوصل لهالمرحله هي خلص انأذت، عم نحد عوامل الخطوره بالمزمن وبنعالج الشيء اللي ما بتقدر الكليه تعمله، وبنحاول ناخر قدر الامكان ما انه نوصل للمرحله النهائيه. وبكثير حالات نحن يعني اذا المريض كان واعي ما بيوصل للمراحل الاخيره. تمام، المراحل الاخيره يمكن اللي هي احيانا بيحتاج اشخاص لزرع كليه يمكن، وامتى بنعرف انه هو هذا المريض وصل للمراحل الاخيره، يعني شو بيكون صار معه؟ نحن في عندنا معادله بنحسبها هي التصفيه الكلويه، لما هي الطبيعيه من 90 ل 120، لما بتنزل تحت ال 15 هذا مريض صار استطباب تحال دموي او ما يعرف بغسيل كليه، ويهيئ لاحقا لاجراء زرع كليه. خلص هذا المريض صار معتمد على الماشين اللي هي جهاز ديال. اذا كان ما عنده عامل خطوره ثانيه مثلا تمنعه من اجراء عمل جراحي اللي هو زرع الكليه، بنقول له انه اذا كان طبعا يعني بتختلف حسب وضع المريض. تمام، وقدرته على انه يامن متبرع، ويفضل طبعا يكون متبرع قريب طبعا. فطبعا زرع الكليه هو اجراء موجود ببلدنا وعم يعطي نتائج كتير منيحة. معدلاته ببلدنا قريبة جدا من المعدلات العالمية كنجاح. بيبدأ المريض حياة جديدة، يعني بتتغير لايف ستايل كله تبع حياته بيتغير. فحتى يعني أنا سألت إنه من فترة القدرة على الإنجاب
يعني هو طبعا بحد ذاته القصور الكلوي بيأثر على الخصوبة عند الذكر والأنثى. فصبية سألتني عن هذا الموضوع إنه الناس عم تقول إنه لا، إنه أنا أعمل زرع كلية، إنه أنا ما فيني ارتبط، ما فيني أعيش حياة اجتماعية. جاوبت إنه فيك يعني. فمنأكد هذا الشيء إنه بعد زرع الكلية يعني حياة جديدة وحياة اجتماعية وصحية جديدة. يعني نحن أكيد نتمنى الشفاء لكل المرضى اللي بيعانوا من قصور كلوي. دكتور، اليوم نصائح أخيرة، شو بتحب توجهها لكل مشاهدينا؟ نصائح هي خلينا نقول أول شيء أي حدا عنده مرض خارج كلوي لازم يعمل بشكل روتيني تحاليل للكلية، خلينا نقول من 6 شهور لسنة، لأن الكلية بتتأثر كثير بالأدوية اللي عم ياخذها للأمراض الثانية وباضطراب وظائف الأعضاء الثانية. ثاني نصيحة هي ضبط عوامل الخطورة مثل ما قلنا، مراجعة الدورية، هي الشغلات الأساسية بهذا الموضوع. يعني هي ما يهمل الواحد صحته فعلا، لانه يعني هو يعني قلت لك هي الكلية عضو نبيل، يعني ما بيعبر عن حاله، ما بيصرخ الا بمراحل متاخره. اذا كنا عم نحكي بالمزمن، بالحاد ممكن يعطينا شويه اعراض. بالمزمن يعني اكثر من 50% من الحالات اكتشفت صدفه. فانه زيارات دوريه خصوصا بعد عمر معين لطبيب الكليه او اي طبيب عام يعمل بس تشيك اب على الموضوع. يعني احنا بدنا نشكرك دكتور، وبنشكر معلومات اللي اعطيتنا اياها، ومثل ما قالت اريج بنتمنى الشفاء لكل الاشخاص يلي بيعانوا من هذا المرض، وكل الناس تدير بالها على حالها وعلى صحتها فعلا، لانه يعني لازم الواحد يدير باله على رسمه. تفرق كثير على فكره. شكرا كثير لك دكتور. شكرا لكم. شكرا كثير دكتور شاكر دهان، اخصائي بالامراض الداخليه وامراض الكلى. شكرا لك. شكرا لكم. رح ننتقل